فضلك يا حي قيوم ليش تنام. الله موجود. فنزلت مائتين واكلوا سنينهم وحمدوا اله تعالى واحد العلام. فقال له الدرويش: بالله يا اخي بماذا دعيت انت من الاقسام؟ فقال ابراهيم: اني سألت خالقي بما قال ذا الدرويش من الاقسام. لكن انت اخبر لي بما سألت خالقك يا شيخ حتى استجاب قوام. فقال: لا توسلت بي ابن ادهم وسره الذي ترك ملكه وساحوها. فعندها سجد ابراهيم لا خالقه وقال: لك الحمد يا حي قيوم ليس تنام. فبهد الدرويش فيه مقدار ساعة وقال له: مين تكون يا درغام؟ فقال: انا ابراهيم بن ادهم ان صدقت سياحتي انا الخدام. فقام ذا الدرويش سريعا عاجلا قبل يده وقبل الاقدام. وسافر ابراهيم والدرويش سنينهم للحج الشريف وكعبة الاسلام. انا بنرجع بالحديث لامه وحرمته لما درت امه مع الخدام. بكوا وصاحوا باعلى اصواتهم ونيرانهم شعلت بالقلب بضرام. والحاضرين في قصره وكلهم بكوا جميعهم وحرمته وضعت شريف غلام. فسموه محمود الى ان كبر وانتشى وبلغ من العمر 10 أعوام. انا مدري النباه سافر زاهدا قال: انا اتبع ابي في مهرام. وساح خلف والده في الصلاة والعبادة ماشي بحب الواحد العلام. والمعضد في يده كما امر والده وعليه اثار الملوك اعلام. تدروش وساح خلف والده واختفى اثره وسافر وحيدا بحب الواحد العلام. وصار يسأل عن والده في اي ارض قدنا اخذ خبره في مكة المكرمة بتمام. وصل لمكة وطاف بارضها نظر الدراويش
يعيش وإلا يشوف غلام. أتى الغلام لا زمزم وشمر زراعه وأخذ منها وضوءا بالتمام. نظره إبراهيم أكد معضده عرف إنه ابنه بتمام. فقال الحمد لله هذا ولدي ومهجتي وضمه لصدره وعانقه بتمام. فقال له بعض الدراويش في وقتها علامك يا ابراهيم في هذا الغلام. وتحب للأولاد هذا شيء حرام. فقال لهم حاشا وكلا يا منيتي أتبع دروب الهوى والله حرام. هذا الولد لا شك ابني اتى لعندي في هذه الايام. فعملوا له قيمة واخذوا بخاطره كما يكرم ابوه زود كرام. قعد عند والدهم في مكة في هنا وجاور لبيت الله مقدار عام. فقال ابراهيم الهي العفو اسألك تعفو عما جنيت أيا علام. إيه نعم إن الولد عزيز في القلب والحشا ومحبة الولد يا رب في الأجسام. فربما التهيت بمحبته عن محبتك ومحبتك أولى لي أنا الخدام. يا رب قرب أجله وساعته يا مهجتي محمود تسكن روحه في جنة العليا وطيب مقام. حتى العبادة تكون مني خالصة لوجهك يا مهيمن يا خالق الأنام. فاستجاب الله والحكم قد أتى ومحمود فارقت روحه سريع ونام. نزل عليه النور من خالق السماء حتى نظر الخاص ثم العام. والقبر مفتوح وكفنه مفصل ورياح المسك عمته بتمام.
ولا منادي نادي يا ابن ادهم محمود في الجنة له خدام قدس الله روحه المكرم وروح والديه بحسن كرام ثم رجع ابراهيم من بعد دفن ولده ورجع الى جبله وفيها دام له كهف بجنب البحر والهو علائم ويعبد لربه في الدجى وظلام يرجع الحديث لأمه ما جرى لها كانت تؤمل من محمود بالأيام ومحمود لحق والده واختفى أسره وصارت تبكي عليه بالدموع سجام فقالت كان في ظني أيضا وخاطري محمود يملك ملك ابوه بتمام ويصير سلطان ويحكم بلاده لحق لوالده شريع قوام فجهزت اموال ليس يحصى عددها الا الله الواحد العلام خفيف الحمل غالي التمن جهزت الملك لله الواحد العلام رايات معنوبات وعسكر معظمة وسارت تمشي في ليلها وظلام وكل ما وصلت الى مدينة تنزل عساكرة وتنصب للرايات والخيام وترسل لدلالين ينادوا يسألوا يفتشوا في المدينة خمسة ايام من رأى درويش ابراهيم اسمه اسمر اللون ضاحك الابسام قصير صفاته وجهه منور كما بدر التمام وجهه مدور وحواجبه مقرونة عليه آثار الصالحين علام يأتي خبرني ويأخذ بشارته بشارة سنية مهما رام وصلت انطاكية وأخذت أخباره واستنشقت أخباره بتمام وجاور حبيب النجار مقدار سنة وهي في الأمل يا عصبة الإسلام قالوا لها ابنك عند ابن هاني المشرف كا
كان موجود هناك من جملة الأيام. فقالت هو ابني وشدت لحقته إلى اللاذقية ونصبت الخيام. قالوا لها ابنك سافر إلى مكة المكرمة يزور بيت الله كعبة الإسلام. ويزور طه المصطفى أشرف الورى خير البرية وصفوة العلام. وابنها من بعد محمود قد أتى وشرف إلى جبله وفيها أقام. أتت أولي جبله ونصبت خيامها ونادى المنادي بسرعة وعلام. من شاف درويش حالاته صفاته ابراهيم اسمه من نسل اكرام. لا هو طويل ولا قصير صفاته وجهه منور كما بدر التمام. ولحيته سوداء ومقرونة حواجبه وله على خد اليمين علام. وكان ابراهيم في ذا الوقت سامع في دكان الحلاق يسمع الكلام. فقال يا حلاق بشر كما ترى بشر لأمي قد بلغت مرام. فقال له الحلاق اسكت ليس يصدقوا هل أنت سلطان وملك درغام. وكان عند الحلاق غلام يخدمه كان حاضر ويسمع الكلام. فذهب لعند امه وقبل يدها وبشرها بحسن الادب وحشام. فقالت يا ولد إن كان كلامك صادق بلغت المنى مني وأيضا مرام. وكان إبراهيم للكهف قد أتى وقت الذي راح الغلام علام. فمشي الصبي قدامها وهي تلتهب وتتأمل يا عصبة الإسلام. وقال الحقيني يا ملكي لجنب البحر له كهف فيه دوم ينام. وصلوا لمغارته وجدوه قاعدا يخيط بإبره ويشبك الأهدام. ولسانه لم يزل يسبح إله السماء إله تعالى واحدا علام. فتح قلبها وقالت حبيبي ومهجتي أنا درت خلفك تلت أعوام.
وقامت اعطت للصبيب شارته كمشي من الذهب بالتمام، وضمته وقبل يدها ورأسها وصارت تبكي والدموع سجام. وقالت يا ولدي خليتنا بحالة الردى، بقينا بزلة وحالنا اعدام. هل رأيت محمود حبيبي ومهجتي ألقاك وحدك يا منى الأجسام؟ فقال يا أمه خفت من خالقي ودعيت مولاي بجنح الظلام، وقلت يا رب قرب أجله وساعته من قبل ما تكتب علي آسام. ومحبتك اولى لي انا الخدام، فاستجاب الله والحكم قد اتى ومحمود فارقت روحه سريع ونام. فبكت وبكي كل من كان حاضر وقالت هيك الامر ايا درغام، ولدك عدمته وانت داير بالفلا وتركت ملكك وجملة الاقلام. الحرير والقزيات ترات البشراطيط بدون كمام، ومن بعد تاج الملك والسلطنة تلبس على راسك قبع علام. بعد ما كان سبع وزارات تخدمك بقيت وحدك تشبه الخدام، ومن بعد ذاك الفخر والعز كله تلبس مرقعانية بلا أكمام. بعدك للمفخر والفواكه ما يصح لك خبز بلا ايدام، ومن بعد غسلك في مسك والعنبار اكلك الوساخ يا منى الاجسام. صرت تمشي حفيان على الأقدام، ومن بعد نومك على حرير المنعم
تنام على ذي الأراض والأجرام. تمشي على رجليك بين زلام، ومن بعد ذاك الفخر والعز كله توقف على الابواب وتسمع كلام. بعد ما كان للديباج غطاك يا ترى مكشوف في البر كيف تنام، ومن بعد ما كانوا الخلايق تخدمك اصبحت سواح ما عليك هدام. بعد ضو الشمع والجواهر تنام في مغارة على الأعتام، ومن بعد ما كانت الجواري تخدمك ما بقى أحد يرد عليك سلام. سبعين مدينة بحكمك غير القرايا يا ملك درغام، ولدي كيف هذا العمل عملته شيء عجيب يحير الافهام. ارجع الى ملكك واحرس بلادك وعندك الف مخزن ملان تمام، اعطي واوهب خير ما تدور بالفلا، واعطي واوهب وكرم الايتام. واكرم كل من جاك قاصدان، وابد لربك في الدجا وظلام. فقال لها يا امه حاشا وكلا انني ابدل النور بالظلام. هذه الدار فانية لم ارضى بها، اريد دار البقاء ما اريد دار حطام. وانظري يا امه كرامات خالقي اله تعالى واحدا علام. وارمى لها الابرة في لج بحرها من يده في البحر في وقت الظلام. ارتعدت الابحار وتلاطموا الامواج ودوى جوات البحور قيام. والا سمكة تخوض بالماء قد اتيت تنادي الامان يا سيد الاكرام. خذ ابرتك وانظر لحالتي ودرت سبع ميال بالاقلام.
والله يا سيدي انني حفظتها ومن اجلها يطلع طم الاوهام. وحوت من الحيتان لما اخذتها لطمني قلع عيني اليمين قوام. والله يا سيدي انني حفظتها ومن اجلها يطلع طم الاهوام. وحوت من الحيتان لما اخذتها لطمني قلع عيني اليمين قوام. فقال لها ابشري ومد يده لعينها عادت صحيحة بقدرة العلام. وقال لها ابشري انت وابناء جنسك لحمك على الصياد عاد حرام. واي صياد يمسكها يطلق سبيلها من اجله عاجلا سريع قوام. وامه والحاضرين ينظروا يتعجبون من اسراره ايه نعم والاكرام. ومسك للابره وقال لها انطقي فنطقت بقدرة العليم العلام. وقالت يا سيدي درت البحار باسرها يتباركوا فيني جميع الأوهام. وقالت يا سيدي درت البحار بأسرها ويتباركوا فيني جميع الأوهام. فقالت أمه الحمد لله مع الرضا على ما قد خصنا بهذه الإكرام. فقالت ولدي تعا معي لأكابر دولتك حتى يشاهدوا فضلك وحسن كرام. وزيرك الاعظم ايضا عسكرك ايضا دراويش مع الخدام. اتوا معي حتى يشاهدوا طلعتك وايضا اكابر مملكة الاعجام. فقال حسبي الله طاعا لأمرها وخاف من الباري وطاع وقام. وأتى بصحبة والدته لعندهم فقاموا واقفون له على الأقدام. واستبشروا فرحوا برؤية سيدهم سلطان عربها مع الأعجام. وصل وزيره الأعظم قبل رأسه قبل إلى يده مع الأقدام. وصارت ساعة يا عظم ساعة تفرقع مرارة الأسد يا إسلام. ولاقوا له للبحر جميع ساكر وباشات مع وزراء مع الخدام.
النوبات تضرب وتصرخ تقول قامت الساعة ليوم قيام. وجابوا له الخزنة دارية بدلة سنية مطرزة بالذهب منسوجة الأكمام. وطلعت أهالي جبلة والعوالم كلها رجال مع نسوان مع الخدام. وعادوا لبعضهم يحكوا ويندبوا ما تنظروا الدرويش بأي مقام. هذا الدرويش الذي يجي لأبوابنا داريه سلطان في الإسلام. نعم شرفه الباري وخصه تعالى بألف التحية ثم ألف سلام. وكللته الأنوار من الأرض للسماء وفاحت رواح المسك عنبر وخام. وقال ابراهيم يكفى ما جرى يا رب اجعلها على الاسلام. فصعدت روحه لا عند خالقه يتباركوا فيها املاك الكرام. فركضت امه تصيح وتنتحب وتبدلت افراحها بهمام. وقالت كان في ظني وايضا خاطري ابراهيم يربيني مدى الايام. نعم ابراهيم ولدي كيف عادت حوالنا وعاد لنا بعد الوجود عدان. يا حيف املي راح ولا وانقضى ما عاد يجمعنا ليوم القيام. وساعة واحدة ولدي قد نظرتك وقلت شملي بالحبيب التام. سبحان من بيده الملك وحده رب تعالى واحدا علام. يا ليتني ولدي ما جيت الى هنا ولكن امر الله علينا دام. الهي ابراهيم تقدس روحه المكرم في جنة العليا وطيب مقام. ابراهيم الهي ابري ذمتك ويسامحك في يوم نعود فيه قيام.
وزيره الأعظم تقدم لجنبه وقد أتى وقال يا رب اجعلها على الإسلام. توفى بجنبه والعيون تراقبه والناس تبكي في دموع سجام. وجاءت العلماء ايضا والمشايخ يقرأوا كتاب الله والأنعام. نعم وغسلوهم وكفنوهم ودفنوهم جنب بعضهم وتقول قامت الساعة بيوم قيام. وصلت عليهم العلماء أبرد صلاتهم وعليهم من الرب الكريم سلام. وكان عند ابراهيم حطاب صالح قد اتى لعنده في ثاني الايام. توفى وشك عصاته بجانبه وفارقت روحه سريع قوام. أفرعت وصارت شجرة عظيمة وينجزوا من أوراقها الأسقام. ثم قامت والدته من بعد دفنه وعمرت له مزارا ونعم مقام. يزور بن أدهم جميع الخلائق ومن زاره نال السعادة دوام. يا ربي بلغنا زيارتهم يا حي يا قيوم ليستنا. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب.
صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه.